اليوم طالعين طلعت صيد من البحيرات. هذا ما ادري ليش لابس قميص عشان الصيد. الشباب كلهم تجهيزات. عبد العزيز جاهز؟ ها؟ جاهز؟ شاف الشركه دي؟ ايوه عشان حصيد. حتصيد اليوم؟ انا اليوم مستعد اني احصيد. قول ان شاء الله. طول رمضان اسوي رياضه. انحف عشان لما اصيد اجيك اليوم تصور. طلع تحس ان حنصيد سمك اليوم؟ انا متفائل بالشيء. رابط؟ محمد؟ ما احسه حيصيد سمك محمد. هذه الجلسه دي انا ان شاء الله. جلسه صيادين يا عمي. شوف شايل في يده اثنين فيب، ما ادري ايش، اول مره اشوف واحد يشيل اثنين. عشان ما افكر كذا ادور يا عم. هذا اللي ما حيصيد، هذا اللي ما حيصيد ولا شيء. عندنا القبطان الكبير قاعد يجهز كل حاجه. وصلنا هنا، حنبدأ نصيد ان شاء الله. هذه نشوف كيف 17 20. اي اركب هذه الحين نشوف كيف الصيد ان شاء الله. بدأوا الشباب. طيب طيب هذا اللي جنبك. لا تروحوا كلكم يمين يا شباب. والله والله اعطيني طلع. لا 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 عندي سناش هنا بالهادي. استنى استنى، فيها سناش هنا. هذا بس حق حبيبي ولا يبو حبيبي. والله روح. ايوه يقطع عليك. ترى بقطع عليك. عبد العزيز ايش رايك في الصيده؟ كيف حتجيبه؟ طب تعالوا كده شويه على اليسار. كل على اليمين. محمد بعد احمد. بعد احمد. طب هذا اربط هذا دي اول ما يجي. قرب 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 ليه لعبت هات 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 عمد ما عرفت. استنى استنى هذه ما هي تبي طوال. استنى 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 دقيقة دقيقة. لا لا خل حيفوق. خل تاكل البوت او ايش؟ طب فوق فوق حبل فوق حبل. الله يسلم عبد العزيز. هيا وزمنا العصير انكب خلاص. بابا ايش قاعد تسوي؟ شب شب شب. وهذه عندنا اول سمكة. عبد العزيز ما تبي تصور مع السمكة؟ ما شاء الله. عبد العزيز كيف كانت السمكة معك؟ والله كان فايت عظيم جدا. ها؟ حسيت بقوة الدراج في يدي. يا سلام. اجمل خرم شفته في حياتي. لا ما شاء الله. لا ما شاء الله في مرة صدرت. القصب اللي فوق. خلينا خلينا امر خلينا امر عم بسم لا بس انت موت. حطني انا ضحيه. عيني جوا البوك. حطه حطه جوا البوك. ايوه خالد هو ده ابو خالد اللي ضربني. المويه عشان انا السمك بعدين مليانه سمك ترى. هذا السمك صوت يا عبد العزيز. ها لا مو انا هذا محمد يا شيخ. طبعا ما في اي صيد حتى الان. صدنا سمكتين بس. هاي هذه الفيديو المفروض ما احطه صراحه من كثر ما الرميه خرافيه. الصيد الكبير معك. والله ماشي ان شاء الله. حيكون في سمك ولا لا؟ بعد ربع ساعه. ربع ساعه؟ اي. طب يعني كله تمرين للسمك. خلاص انا بقص الفيديو وبعد ربع ساعه بنرجع لك عشان نشوف السمكه.
يوم فقدنا الامل فسحبنا على الكاستنج، صار الشباب قاعد يصيدوا بش اسمه بالجلب. ها محمد كيف الصيد؟ صدت سمكة واحدة لين الحين. فينها؟ بين الداخل. هاي سمكك محمد. ايش بك انت؟ ايش بك ها؟ ها عبد العزيز كيف الصيد؟ والله قاعد اتفرج على المويه، المويه الجميله هذه. والله المويه مره خطيره. مو طبيعي الموضوع. شوف 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 كيف. صافية. يعني ممكن في الكاميرا ما تطلع مرة صافية، بس هي صافية. دقيقة دقيقة. دقيقة ايش خاطر نسحب دقيقة. ها ام بسام. كيف رحلة الصيد معك؟ والله مرة حلو صراحة وجودكم. تحس انك انبسطت؟ مرة صراحة. مرة ما انبسط يا جماعة ترى. نصاب. طبعا هو زعلان عشان بياضة هناك قدامنا. هو قاعد يسمع صوت الاغاني ويقول يلا نروح نتشمس. هذا اللي ما يحب يصيد ولا شيء بس جاي يتشمس. ها بابا كيف الصيد معك؟ الصيد صدنا سمكة لكن صغيرة. ايوه كلمتين. ودحين ان شاء الله نروح نسبح شوية نتبرد ونرجع ثاني. يعني حنروح بياضة؟ اي طيب يلا بينا نروح المسبح. سمعتوا؟ اين دورة التونة. لقيت تونة عبد العزيز؟ ما في ولا تونة. كله عقامة. صح؟ والله. معلمين ايش يا عمي؟ انت ما وصلنا بياضة. الحمد لله. اجواء جميلة، الموية زي البل. فول اوف. ايش رايك في المويه محمد؟ والله رهيبه. انت الرهيب والله يا شيخ. انت العزيز كيف بياضه؟ جميل. انا مستعد للنظاره. طاحت النظاره. يلا الكاميرا مهمه انقاذ النظاره. نظف الكاميرا حتروح. Welcome back, baby. Thank you. خالد. شكرا. كيف الموية معك؟ الموية مرة حلوة. وصلنا أخيرا بياضة بعد رحلة صيد طويلة. الحمد لله. الحمد لله. إيش رأيك تصيد بيدك؟ ها؟ غوص غوص جيب لنا سمكة غوص. مستحيل. حيوان مو انسان. شطها. ما شاء الله تبارك الله. مو طبيعي يا جماعة، أول مرة أشوف واحد يصيد سمكة قد كذا. بيده كمان. الله يقرفه. خلاص ماشي من بياضة إلى اللقاء بياضة. والله الناس زبهم جايين ما شاء الله. خلصنا من بياضة خلاص، الحين جينا منطقة عشان نصيد بالجلب. هنا عندنا شوف بسام قاعد يصيد، محمد هناك والشباب الثاني. ان شاء الله يعني نصيد دحين بالجلب نشوف كيف. يعني كاستنج ما زبط معانا مرة، نشوف الباقي. اصور لكم اذا جانا شيء. والله عندك هنا نقدر نشوف. طبعا
طبعا هذه اسوأ شغلة في البوت، انك تسحب الفروسي. اسحب اسحب لف له يا مسار، لو تعلو كذا هذه اسوأ شغلة حقيقي، مرة تعب وشوق قاعدين يعززوا عشان ايش؟ عشان مرة متعب. لا يحك البوت بس ما شاء الله ما شاء الله. اول مرة يسحب روسيا يا جماعة. يا سلام الجلب بدأ يطلع سمك. شوف ايش هذا السمكة؟ تمام ما شاء الله تبارك الله. قربها خلينا نشوف. يا سلام اول سمكة، وان شاء الله 20 سمكة ثانية او شيء زي. يا سلام القبطان عبد الله قاعد يصيد ما شاء الله. قربها انت عزيز العزيز ما شاء الله. ما شاء الله هنا عندنا سمكة، هذه الهامورة الكبيرة ان شاء الله. وفي سمكة ثانية هنا ما شاء الله تبارك الله. القبطان عبد الله ما شاء الله تبارك الله. مو هامورة تريجر فيش. أسوأ سمكة ممكن تنصاد. تريجر فيش. شوف اسنانها كيف. يا سلام سيبه جنب على الجنب، سيبه في الأرض. إيه يا سلام أول سمكة. أرفع أرفع أرفع. يا سلام هي لازم نقرب الكاميرا عشان تبان كبيرة. أكيد أكيد. إيش اسمه ده؟ يا عيني يا عيني يا عيني. هذه أول سمكة تصيدها؟ هذه يا حبيبي ترى صراحة ثاني سمكة. أول سمكة في شلات البنوي. لا جميل خلاص دحين بنفك آخر روسي دحين راجعين إن شاء الله. صدنا سمك صراحة بس يعني مو مرة كثير، بس صدنا يعني الحمد لله. وصلنا رحنا بيا الله، كانت رحلة جميلة. وصلنا وصلنا تبارك الله. شو سمك اللي تطير؟ اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله صالة صيد. شوف ايش لقينا. خير خير بس انفقع. هذه جايه من بياضه. هذه البس البس يا محمد البسه دوبه جايه من بياضه. هذه فيها ضيعه، فاللي يضيعها يقول لي نعطي له هي ان شاء الله. ان شاء الله اذا ما فقعها محمد يعني. Gracias.